المفردات التراثية إلى موضوعات للتسلية، وهناك من يعتقد أنها قد تحيي في بعض الأحيان النعرات والعصبيات القبلية. محاور حديثنا اليوم اللي راح نتطرق لها مع ضيوفنا الكرام خارطة القنوات التراثية في الوطن العربي عموماً وفي الخليج العربي بشكل خاص. ما الذي تعبر عن هذه الفضائيات وما المفترض أن تعكس هذه الفضائيات؟ كيف تساهم هذه القنوات في إحياء التراث؟ توقف هذه الظاهرة عن التدفق في خارطة الفضائيات العربية؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة راح يجيب عليها اليوم المتحدثين في هذه الورشة. أرحب بهم طبعاً من اليمين الأستاذ كمال عبد اللطيف، وهو كاتب وباحث في المملكة المغربية، السيد ناصر القحطاني وهو رئيس قناة الساحة من المملكة العربية السعودية، والسيد ناصر العبودي وهو أمين سر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. ربما حدث تأخير مع الأستاذ سلطان العميمي وهو مدير أكاديمية الشعر بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، إن شاء الله راح يكون موجود هنا في غضون دقائق. بداية هو الحقيقة كلهم يعني ما شاء الله عليهم ملمين بهذا الموضوع، لكن في نوع من التخصصية عند المتحدثين عندي، فراح أبدأ أول شيء مع الأستاذ ناصر العبودي. خلوني أعرفكم عليه، هو خبير في علم الآثار وشغل العديد من المناصب الهامة في دائرة الآثار والتراث في جامعة الدول العربية، وأيضا تلقى الأستاذ ناصر دراسته في علم الآثار في جامعة بغداد بالتحديد. أستاذ ناصر نرحب بك في هذه الورشة. أتوقع أن حضرتك راح تبدأ تتحدث عن الخارطة، خارطة القنوات التراثية في المشهد، مشهد الفضائيات العربية. تفضل. بس قبل ما تتفضل أنوه أن كل من المتحدثين راح يمكن ياخذ 10 دقائق يحدثكم عن هذا الموضوع، وبعدين راح نفتح المجال لأسئلتكم. تفضل. شكرا. السلام عليكم. الحقيقة موضوع جديد، القنوات الفضائية التراثية. في الفترة الأخيرة لوجود قمرين صناعيين في الوطن العربي ظهرت قنوات مختلفة لن نتكلم عنها، بس في الفترة الأخيرة اللي أنا أعتقدها من خلال 5 سنين تقريبا إلى 10 سنين يمكن أو 5 سنين ظهرت قنوات فضائية تختص بالتراث، قنوات فضائية تراثية خالصة وقنوات فضائية تراثية مختلطة، يعني تخلط أمور كثيرة. الحقيقة أنا درست أو فتحت على القمرين النيل وأرابسات والهوتبير، كل القنوات على النيل وعلى الأرابسات، وتتميز هاي القنوات منها تراثية تبث بشكل رئيسي من السعودية ومن الكويت، وقناة واحدة قطرية وواحدة إماراتية. في الهوتبير في قناة أخرى، ليست هناك قناة تراثية إلا قناة بربري اللي هي للأمازيغ في معرف الجزائر أو تونس، وهي أيضا في نفس الإطار وهي مختلطة في موضوعها. يعني هذه القنوات ظهرت بشكل رئيسي في الجزيرة العربية، وليست هناك قنوات أخرى في مثلا تراثية في مصر، في ليبيا، موريتانيا، الأردن، سوريا، على العلم أن هذه الدول واقعة على صحراء الجزيرة العربية والصحراء الكبرى، وهم كلهم ما نسميهم يعني مناطق خاصة بالصحراء. تتميز هذه القنوات بأنها تهتم بالتراث الشعبي الصحراوي. نحن في التراث الشعبي عندنا 3 بيئات، بيئة ساحلية وتتمثل في سكان السواحل والجزر، وبيئة جبلية سكان الجبال نسميهم في الإمارات الحير، وبيئة صحراوية الناس الساكنين في الصحراء أو في منطقة الرمال أو ما نسميه في الإمارات في البر. هذه البيئة أو القنوات التراثية الخاصة بالبيئة الصحراوية، هذه البيئة الصحراوية موجودة في كل مكان، ولهذا السبب أن القنوات الخاصة الصحراوية تلتقي مع الناس العايشين في هذه البيئات، ولهذا يهتم البدو بشكل رئيسي بهذه القنوات. البدوي الأردني يهتم فيها، والسوري يهتم فيها، واحتمال أيضا الليبي يهتم فيها، ما عندي معلومات كثيرة عن هذا الموضوع.
على العلم أن سكان الصحراء في الوطن العربي أو نحن درسنا في الإمارات لا يزيدون عن 15 إلى 20% من سكان الدولة، يعني كل السكان في الإمارات مثلا يتمركزوا على الساحل لأنه هو منطقة الاقتصادية والتجارية والفكرية والثقافية، ويبقهم على ضفاف المناطق الساحلية في منطقة الصحراوية. هذه القنوات ليست ظهورها يعني جديد، هي استمرار لأمور أخرى خاصة بالبيئة الصحراوية، ولهذا السبب أنه ليس هناك شيء يمثل البيئة الساحلية كقنوات أو البيئة الجبلية كقناة تتمثل، وهم عندهم تراثهم وعندهم أكلهم، كان هذا التراث معنوي أو كان مادي. يتركز الموضوع على أخواننا أهل الصحراء. هذه القنوات قبلها كانت عبارة عن صفحات في الجرائد تهتم بالتراث الشعبي، شوية تراث، ومجلات جت متخصصة في السعودية وفي الإمارات، ومواقع على الإنترنت أيضا يهتموا بالقبائل وأنواعهم ومين هو ومن هذا الكلام. يعني نحن نفتقد إلى إذاعات تراثية حتى الآن، لا توجد إذاعة تراثية وتهتم بالتراث. أنشأت الحكومات بعض القنوات ولكن قفلتها، لكن هذه القنوات خاصة، بينما لا توجد قنوات خاصة إذاعية، بينما في الإمارات يسمح ويرخص لقناة خاصة حسب قانون الإعلام في الإمارات. تتميز هذه القنوات بوجود SMS والكلام في الأمور الخاصة بالتراث الصحراوي والتراث البيئة الصحراوية والبادية، ولا يخرج الكلام عن ما تبثه هذه القناة. ذكرنا أن أكثر هذه القنوات تقريباً سعودية، القليل منها في لدول أخرى، أيضاً في الجزيرة العربية. المادة اللي ترسلها أو تبثها هذه القنوات هي فنون شعبية تمثل 90% من موادها، ما عدا القنوات المختلطة اللي تبث شوية تراث شعبي وشوية أمور ثقافية مختلفة، ويلاحظ عليها أنها لا تهتم إلا بالبيئة الصحراوية، وأن ليس هناك ناس في هذه البلد إلا أخواننا إلا في الصحراء، لا تتطرق إلى الحضر وإلى أعمالهم وإلى أمورهم وإلى أكلهم وإلى أي شيء آخر في هذا المجال، وتهتم بموضوع القبائل وأسماء القبائل وغيرهم. يعني بشكل دقيق ما تبثه هذه القنوات عبارة عن فنون شعبية موسيقية، الشعر الشعبي طاغي عليها، الأهازيج، حفلات الزواج، العادات والتقاليد، مسابقات تراثية، أحاديث أيضا في التراث وفي الماضي، والتصفيق. في قناة أفتح عليها لما عملت الدراسة طول اليوم يصفقون الجماعة. تتميز أن الإخوان في الصحراء، نعيد نكرر، أنهم يتصلون بأهلهم كقبيلة. يعني لما نقول نحن قبائل شمر في الجزيرة العربية، يلتقون بشمر اللي في السعودية مثلا مع الكويت، إذا كانوا مع قطر، إذا كانوا في الأردن، وحتى في تركيا في شمر، وهم يلتقون كقبيلة، لا تهمهم الجغرافيا، تهمهم القبيلة في الاتصال، وهذا أيضا مهم في وفي هذا الموضوع لازم الواحد يقرأ يعني أو يبحث في موضوع القبيلة وكيف يعني تعمل وكيف تعيش وكيف شو هي ظروفها. أنا أعتقد يعني في موضوع وجود هاي القنوات هو الخوف، الناس اللي أنشأوا هاي القنوات هم خوفهم من التهميش ومن ذوبان في البيئة، وأخطر بيئة عندهم هم البيئة الساحلية، هي اللي ممكن تذوبهم بعادات، بملابس، بلغة، بأكل، بالتقاء مع غرباء تقريبا، وهم يرفضوا في هذه الحالة الاندماج والذوبان في بيئة أخرى، وحتى البيئة الجبلية هي بيئة قريبة لهم لكن ليس فيها
تأثير شديد. أيضا البيئة الجبلية قليلة السكان غيرها، لكن الأخطر هي بالنسبة لي